استثنائي. معلش هقول ايه؟ ان شاء الله يا رب يا رب تزكي باسمك يا رب وتأمننا ببيوتنا وأطفالنا. اجا الامن اجا الامن اجا الامن يا شباب اجا الامن. عملولنا شيء؟ ما عملوا شيء. شفت شو عمل جابر؟ الحمد لله. يلا امي تعالوا على بيتنا. امي جابر هيك صار؟ اي الحمد لله. حق الله محيي البطن اللي حملك يا جابر. والله طلعت اصيل. ماشي يا حسام وصلك على الحاره مشي. يلا. هدي وصلني على اساس بده يعميني. أدي بدك مين يعميك من هالشاضومة اللي خانقتها؟ العامة من هيك من هيك بقر ما بيطلع إلا واحد أحمر. شو عملتي إيه؟ هذا اللي كان لازم أعمله من زمان. أنت مو جابر يلي أنا ربيته. أنت واحد أسود. دل ما تقولي الله يعطيك العافية. ولك على شو بدي لك الله يعطيك العافية؟ على شو؟ على ولدات الحرام يلي عملتها مع أكثر واحد بحبك. لا جنميني لا جنميني. هذا واحد كلب حقير خاين ما بيهمني ما بيهمني. انتي بس بتهميني وهالحماتي. انتي بس بتهميني. ياما وانت صغير اخذتك على قد عقلك ونفذت لك يلي بدك اياه حتى لو ما كنت موافقه عليه. بدي منك هلا تاخذني على قد عقلي وتقعد معي دقيقتين. يلا حابه احكي لك حكاية مثل ايام زمان. عم حل الايام يعني ما كنت تنام فيها الا على حكايتي. ما رح اخذ من وقتك كتير، دقيقة واحدة بس وبعدها بدي فوت نام لاني تعبانة كتير. جدي الله يرحمه حكالي حكاية ما بتروح من بالي. قال كان في واحد شيخ قاعد جنب بحرة صغيرة عم يطلع على عقربة وهي عم تغرق. مد ايده بده يطالعها، قامت لدخته توجع شوي، بعدين مد ايده مرة تانية بده يطالعها، قامت كمان لدخته. بالصدفة في واحد رجال كان عم يطلع عليه، اجى لعنده وقال له مشان الله يا اخي مشان الله اتركها بدها تضل تقرصك. ما رد عليه، مد ايده مره ثالثه وطلع. قام قال له الرجال انت فيك تقلي ليش هيك عملت؟ طلع في الشيخ طلع فيه وقال له لانه انا من طبعي بحب ساعد الناس وطبع العقرب يقرصه. ليش بدك طبعه يتغلب على طبعي؟ قد ما قرصني قد ما قرصني بدي ضل ساعده. وشو ما كانت معادن الناس وشو ما عملوا معك خلي طبعك ينتصر. وحتى إذا كان أبو الزين خاين مثل مالك عم تحكي، كون انت لنضيف خليك جابر جابر يلي الله بيجبره
إذا رجع مثل ما كان. شوفي لي هاد، هاد مقاسي. ابو الزين هون؟ لا مش هون، تفضل. عم بسألك ابو الزين هون؟ شو بقول لك مش هون، كيف ناخدمك؟ معناته ضبي غراضك واعتبري حالك اليوم اجازة. اجازة ايش؟ ما انت شايف الكراتين قدام عينك، بدي ارتب البضاعة. بلا كثرة كلام، معي اوامر سكر المحل. شو دخل المحل؟ مش بدك ابو الزين؟ ابو الزين مش هون، هاي المحل قدامك، فتش فيه زي ما بدك. تعا خذ لي هاي لبرا احسن ما كبان. ايه ابعد ايدك ولا تقرب على البنت، ولا تقرب على البنت. بس استنى استنى استنى، بس اجيب اغراضي. استنى. ايه شوي شوي على البنت، ابعد هيك. ايه لا والله كتر خيرك. يلا سكر المحل. في زبون جوا، افتح افتح. يلا كل واحد على شغله. يلا حسبي الله ونعم الوكيل. اشو حبيبي؟ اشو روحي؟ اشو عيوني؟ وين الخانم مسكره المحل ورايحه؟ واذا رايحه شو يعني؟ واذا رايحه شو يعني؟ طبعا حبيبي، طبعا روحي، رايحه تدور على رزقها. لك رزق شو بتضبي لسانك احسن ما قفلت عليكي بالشارع. رزق شو؟ فهمك كفايه حبيبي. لك خلص بقى نضبي. ايش بك ايش حكينا؟ بس بقى ينبحت علي. لك العم كل اباوي. يا اخوي ابو الزين وين انت؟ لك انا وين؟ انت اللي وين؟ انا في البيت. ليش مسكر المحل؟ سكروا المخابرات طلعوني منه غصب عني. شو؟ وصارت فضيحه قدام الناس كلها قدام المحل. ايش في؟ ايش صاير؟ طيب ماني هويتك حبيبي. طيب اوكي دقيقة برجع بحكي معك. خير خير معلم. مو شغلك، اعطيني هويتك. انا والله هويتي ما بشيلها بالعادة بالبيت. انت صاحب هذاك المحل؟ هلا انا شكلي بيقول انه انا صاحب شي محل. بلا فزلكة وجاوب على قد السؤال. والله مو فزلكة يا اخي، انا مرتي تارك غرض عند صاحبة المحل اللي هو مشان ضيق لها اياه، جينا لقيناها مسكرة. اي والله اي والله، الف بضايقه شوي، عرضان علي انا ضعفاني عم بعمل. هلا بدي الهوية. والله هويتي بالبيت. تعال رح ابعت معك شب وشوف. البيت بعيد من هون؟ اي شوي يعني ممكن. اساله له. بس انت اذا تفهمني شو الموضوع. سالتك البيت بعيد؟ لا قريب قريب. ماشي. ام الزين انت روحي مشوارك وانا بشوف الشباب. اي مشوار؟ ما عندي مش اي مشوار. المشوار منيح اللي ذكرتني يا ابو الزين. بدي اروح لعند امي مريضه وتعبانه، بدي اروح اعطيها دواء. بلحقك حبيبي، الحقني لا تتاخر عليك مشان تقيس الضغط للنانه. النانه كثير تعبانه. امي للمامي. ماشي حبيبي لا تتاخر عليك بالاذن خاطركم. الو ابو الزين انت فينك خيو؟ وقت هذا السؤال هلا اسمعيني منيح. اسمع اسمع، انا هلا هلا رايحه لعند جابر، راح احكي له ايش صار معنا. جابر لا، رجعي من الزين. جابر لا. ليش خيو جابر لا؟ اصلا هو اللي حل القصه للحاره كلها، ايش عليه اذا رحت لعنده؟ ولك عم اقول لك رجعي جابر لا، ترجعي هلا على البيت وتشوفي لي اذا في امن قدام البيت. طيب حاضر. يلا بدك شيء؟ ايه بدي. ايش لك؟ شو؟ ابو الزين حبيبي بزمتك بدينك بوجدانك، ايش قدني مرة ذكية وفهمانة ولهلوبة، ايش قدني فهمت عليك على الطاير على السلابينة تبع روحي على مشوارك، مع انك لا غمزتني ولا عضيت على شفافك. ابو الزين حبيبي ايش بك ما عم ترد؟
كني ما بدك تعترف بسرعة بديهتي؟ أبو الزين؟ كني فصار؟ أبو الزين؟ خيا كني ما عندك تغطية؟ لك يقطع عمرك على عمر اللي تجوزك على عمر اللي حاويك ابري انضربي روحي على البيت هلا. ايش بك؟ يضرب حظي يضرب شو مشحوك؟ ايش بك ليش هيك عم تحكي معي؟ مو الحق عليك؟ الحق علي اللي جوزت واحد مثلك، يا ريتني جوزت الشيطان وما تجوزتك. لك اساسا يا فهيمة يا بهيمة يا حمارة ما بصير تتجوزي اخوكي. ابو ابو اخوها؟ هيك يا ابو الزين؟ مو الحق عليك، الحق علي. يا عيب الشوم، اصلا كل الرجال هيك اكالين نكارين، ايش علي اذا قلت لي اني فهماني؟ تنقص راس ولا رجل؟ وبيقشك قش ان شاء الله. شو؟ انا تعبان شوي بدي نام. عبادي معليش تقبريني، بدنا نراعي ظروفه. ولا يهمك خالته أم جابر، ولا يهمك. لما يفيق رح أرجع أحكي معه. والله أبو زين مثل ابني وغلاوته من غلاوة جابر، وإن شاء الله ما بصير معه إلا الخير. مثل ما سمعت نوم الظالمين عبادي.